لك تشبك فشين شي عدوك في الاتيليه تبسيمة والعارك ليه هذي الكاميرا كاشيه ولالا لالا. صح شربتكم فريق الكاميرا الخفية اليوم باش يختبر علاقة التونسي وحنينته مع المرأة. تصور وانت قاعد تجيك بنية تقولك راني تيهبة ومش ندوخ نجم نقعد بحبيك وإلا لا، وفجأة طليقها وإلا رجلها يجيك. تابعونا وشوفوا الحلقة متاعنا اش صار فيها. عسلامة، نجم نقعد بحبيك؟ يعيشك. وعليا ضخت بساش نتك عليك ديخة. وعلي يا قلبي شفت بيه مشيلك ان شاء الله. طب كنت لابس علي الدنيا ديخت درت بيا مش عارفة. يعيشك انت فهمتيش هدو خذية شنية. ها سلام هذا الشباب تخلي فيه معاها. والله خنفسر لك علم. خليني نفسر لك قوم تعرفها المراذية؟ تعرفها انت؟ خنفسر لك يعني نكلم فيها. تعرفها المراذية؟ مالش بيك تحكي معاها؟ شنو جات وحدها؟ كيفاش جات وحدها؟ اسمعني خنفسر لك ايش كلمك؟ ايش هنا؟ خنفسر لك ايش هنا؟ ما تهربش اسمعني ها؟ شكونك انت؟ شكونك؟ هذا انت دبوك طبعا. لا خنفسر لك يا ولدي خنفسر لك يهديك خنفسر لك شنو ايش تفسر لي معلم؟ احكي لي تعرفك ترى تليفونك كيف تكلم فيها انت في الفيسبوك في الليلة؟ اسمعني خنفسر لك هو من قبيلة تبع فيا راه هاي تعرفك هاي؟ ايش تو انت هذا تو سيد يا ولدي؟ والله ليه هو من قبيله يتبع فيها من بلاصه لبلاصه. انا قاعده وهو يجي قعد بحذايا. الله بركه تنطلب لك الفه. انا قاعده وهو يجي قعد بحذايا ما نعرفوش من قبيله يتبع فيها من بلاصه لبلاصه راهو. الو لحظه بركه. الو هاي جيني تو اجاني اخويا اجاني انا في بيه في جنين ايش قبل الباب بالفيديو ريش ايش هاي لحظه بركه ما تمشيش من هنا. مش هاني انا وياك نستبحوا مع بعض. انا وقفي انا مش نمشي غادي مع بعض. انا ما نعرفش انا نقول لك ما تمشيش. انت كيف ما تعرفنيش وانت من قبيله تبع فيا وانا قاعده وانت جيت قعدت بحذايا داخل الغابة؟ علاش انا حسيت بدوخه قلت لي ميسال اش حط راسك على كتفي. خافت منك هي توا. كيفاش خافت منك؟ خافت منك معناها ولت عندي سلاح على خايفه مني. سالش على النبي تحب يتفضل الموضوع كلمتين تفضل. لا دخلت لنا فطور. دخلت لنا فطور انا وياها وبرا. دخلتك فطور انت وياها ايش المشكله؟ ما خلصكش فطور يا ودي. ما ايش المشكله؟ حكيتهم بعثك بكلمتين توا. حكيت معاك بكلمتين عادي مستمحت. ما انا خليت لنا فطور خويا. كيفاش خليت فطور؟ ما نعرفش انا مناصلي. ما علاش تكلم فيها؟ لا ما كلمت. ما انا مش متبع حقي تو. تبع حقي. هاي مش متبعك انا كيفاش مش نعيط للشرطه تو تفضل الامور لهنا. عارفها انا مش نطلب 197 تو نقول لك. الو. تو ماكش حاجه ما عليها كيف. اي لحظه تنقل انت ماكش حاجه ما عليها. لحظه بر انت بر. لحظه بر. شنو لحظه تنحكي له. اي يا اخي واقف تحكي معايا. لحظه بل لحظه تنحكي لحظه متعمل انت. لحظه تنحكي لحظه هاك بس تمشي غادي. ها هاك بس تمشي غادي. لا يا ولدي خلص فطور خلنا نروح تشي البوليسيه ونروح تشي المربط. لا ما خلص ولا لا 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 سامحني يا حما ولا لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جات تجي. معك شرطه عدليه مش عدول القضيه. طبيعي يا 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 طبيعي ولا لا 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 سامحني يا حما ولا لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جات
تجي فريق الكاميرا الخفية اليوم باش يختبر علاقة التونسي وحنانته مع المرأة. تصور وانت قاعد تجيك بنية تقول لك راني تعبة ومش ندوخ، نجم نقعد بحذاك وإلا لا، وفجأة طليقها وإلا رجلها يجيك. تابعونا وشوفوا الحلقة متاعنا اش صار فيها. عسلامة، نجم نقعد بحذاك؟ يعيشك. وعليا ضخت ليش نتك عليك؟ ديخة وعلي يا قلبي. أنا شفت طبيب مش خير لك؟ إن شاء الله. توا كنت لابس علي الدنيا ديخت درت بيا. مش عارفة يعيشك أنت. فهمتيش هالدوخة ذي شنيا؟ ها؟ سلام. هذا الشباب تخوني فيه معاها؟ والله خل نفسر لك، علم. خليني نفسر لك. قوم قوم. تعرف المرأة ذي؟ تعرفها أنت؟ خل نفسر لك. اسمعني نكلم فيك، تعرف المرأة ذي؟ مالاش بيك تحكي معاها؟ شنو جات وحدها؟ كيف جات وحدها؟ اسمعني خل نفسر لك، ايش كلمك؟ ايش هنا؟ خل نفسر لك. ايش هنا؟ ما تهربش. اسمعني شكونك انت؟ شكونك هذا؟ انت تبوك تبع مين؟ خل نفسر لك يا ولدي، خل نفسر لك، يهديك، خل نفسر لك. شنو تفسر لي؟ معلم لك، احكي لي. تعرفك ترى تليفونك؟ كيف تكلم فيها انت في الفيسبوك في الليله؟ اسمعني خل نفسر لك، هو من قبيله تبع فيا راه. هاي هاي تعرفك؟ هاي ايش تو انت انت هذا تو سيد يا ولدي؟ والله ليه هو من قبيله يتبع فيها من بلاصه لبلاصه. انا قاعده وهو يجي قعد بحذايا. لا بركه ترى نطلب لك الف. انا قاعده وهو يجي قعد بحذايا، ما نعرفوش من قبيله يتبع فيها من بلاصه لبلاصه راهو. الو لحظه بركه. الو هاي جيني تو. اجاني اخويا، اجاني انا في بيه اجنين. ايش قبل الباب بالفيديو؟ ايش ايش هاي؟ لحظه بركه، ما تمشيش من هنا. مش هاني انا وياك نستبحوا مع بعض. انا وقفي، انا مش نمشي وغادي مع بعض. انا ما نعرفش. هاني تو نقول لك ما تمشيش. انت كيف ما تعرفنيش وانت من قبيله تبع فيا؟ وانا قاعده وانت جيت قعدت بحذايا. دخل الغابة علاش؟ انا حسيت بدوخة وقلت لي ميسان. ايش حط راسك؟ يا خافت منك هي تو. كيفاش خافت منك؟ خافت منك معناها ولت. عندي سلاح على خايفة مني. سالش على النبي، تحب يتفضل الموضوع؟ كلمتين تفضل. لا دخلت لنا فطور. كلمت خلصك فطور. دخلت لنا فطور انا وياها. خلصك فطور انت وياها؟ ايش هي المشكلة؟ ما خلصكش فطور يا ولدي. ايش المشكلة؟ حكيت وبعثك بكلمتين تو. حكيتهم بعدك بكلمتين عادي، مستمعت. ما انا خليت لنا فطور خويا. كيفاش خليت فطور؟ ما نعرفش انا من اصله. مالا علاش تكلم فيها؟ لا ما كلمتش. مالا مش متبع حقي تو. متبع حقي. اي مش متبعك. انا مش نعيط للشرطه تو. تفضل الامور لهنا. عارفها انا. مش نطلب 197 تو نقول لك. الو. تو ماكش حاسم عليها كذا. اي لحظة لحظة تنقل. انت ماكس حاسم على لحظة لحظة. بري بري انت بري. لحظة لحظة. بري. شنية شنية؟ لحظة تنحكي لحظة. أي. يا اخي واقف تحكي معي. لحظة لحظة. بري لحظة تنحكي. لحظة تنحكي. لحظة تنحكي لحظة. هاك بس تمشي غادي. ها؟ هاك بس تمشي غادي لحظة. بري. يا ولدي خلص فطور، خلص فطور، خلنا نروح تجي البوليسيه نروح تحل المربط. لا ما خلص. ولا لا 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 سامحني يا حما. ولا لا 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 اضحك خليها لا لا وكيما جات تجي. معك شرطه عدليه مش عادون القضيه.
خويا هذا بسيف انا ياكفوا طالبني انا خويا ما تقولش انا ايوه هذا ما تعرفش عارفينش اي تعرف شنو القضيه نتاعك ساعه ايه قضيه قضيه بالكاميرات الخفيه شايفه لا لا سامحني يا حما ولا لا لا اضحك خليها لا لا وكيما جات تجي